اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أو اجعلنا ممن يقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد.